السلام عليكم، معكم محمد طالب ابن المحمدية، ملاكم سابق في رياضة الملاكمة. اش غادي نقول لك اختي؟ انا اللي وقع لي دابا، لان اش غنقول لك، انا واحد الدري ملاكم اللي عطيت كاشير مدينة المحمدية، وواحد الدري اللي كيتضرب بالمثال كما كنقولوا، توفوا الوالدين ديالي في 2003، ويعني كون كان واحد اخر في بلاصتي غادي يتشرد، غادي يدير بزاف ديال المسائل، فهمتش؟ ولكن انا ما فهمتش، تبعت رياضه ديال الملاكمه وبقيت غادي كما كنقولوا غادي مزيان في الحياه ديالي، وما تبعتش شي حاجه اللي غادي من غير رياضه اللي غادي زعما تدخلني للبلياء ولا، فهمتش؟ شحال المده في الرياضه؟ المده دابا تقريبا دخلت انا في عمري تقريبا شي 9 سنين، راه قولي من صغري، انا في عمري دابا 33 سنه، انا من صغري وانا مده طويله في الملاكمه، ملاكم قديم راه معروف، فهمتي؟ من جيل الذهبي كيعرفوني منهم، كيعرفوني بلا ذكر الاسماء، كيعرفوني ملاكمين اللي كاينين في ليكيب ناسيونال، ولا منهم الدراري اللي خرجوا ودبروا على راسهم، يعني كاملين يعرفون. شو المشكل الواقع؟ المشكل اختي اش غادي نقول لك، المشكل اللي عندي دابا انا حاليا هو لاصال ديالي، جيت نشوف مؤخرا بحال قلتي ما داروا معايا شي حاجه، فهمتش كيفاش؟ كنشوف وحدين اخرين بحكمهم عمرهم داروا رياضة الملاكمة، ولا مدوزين شي فورماسيون على رياضة الملاكمة، ولا تقريبا في المجال لعبوا في رياضة الملاكمة، بدين شي ألقاب ولا فهمتش، ولا عندهم شي حاجة، جيت نشوف لقيتهم كبار في العمر وخدامين مرسمين ومصوبين لهم ورايقات، يعني وملاكم خاصهم يوقفوا معايا، ورغم أنا ملاكم يعني دري شيم، فهمت كيفاش؟ يعني ما عندي لا حنين لا رحيم، أنا هما عارفين ليستوار ديالي من أش زيد، فهمت؟ يعني خاصهم يوقفوا معايا، ما داروا معايا حتى شي حاجة وهملوني. حاولت تواصل معهم ولا شي؟ تواصلت معهم هي مره، ما دويش مع المدرب ديالي، ودويش مع الرئيس اللي هو بلا ما نذكر الاسم ديالو، راه عارف راسو، ما عمرو دار معايا شي بادره ولا قال داك الدري راه عطى اسم ديك لاصال. انت دابا باقي في الملاكمه؟ انا اش غنقول لك، باقي كنتريني عادي، فهمتش كيفاش؟ كل مره كنت في واحد لاصال في كازا، فهمتش؟ كنت باغي نشدو هذا، ما كتبش الله، ضربت فيه واحد الفتره ما تفهمش مع السيد ديالو صافي، ولكن باش هاد لاصال ديالي انا اللي هما اللي ترعرعت فيه وخاصهم يوقفوا معايا، يعني ما داروا معايا حتى شي حل، فهمتش؟ علاش؟ شنو كيقولوا؟ شنو السبب؟ السبب اختي نقول لك، السبب كاين شي حوايج تما كاينه اللي هما خاص اش غادي نقول، خاص اعاده النظر. علاش؟ كنشوف وحدين اخرين كما قلت لك راه ما لا علاقه لهم بالملاكمه، فهمتي؟ هما منهم واحد بلا ما نذكر الاسم ديالو، عمرو دار ليغا اختي في يدو، قسما بالله العلي العظيم، عمرو دار ليغا ولا عمرو عرف شنو هي رياضه الملاكمه، فهمتي؟ بعيد على كل بعد، ومخشيش تما كاينه ومصاوبين ليه وراقيه كمدرب، فهمتي؟ كمدرب وكيوقف، فهمتي؟ بحال راه هو قديم في الملاكمه، غير هذه بعدا راه هذه اهانه في رياضه الملاكمه، لانه داك السيد فهمتي خاص تدخل لجنه في داك الشيء، ما عندوش الحق، ما فهمتي، ما لاعبش الملاكمه، ما مدي القاب، ما حتى شي حاجه، ما مدوش شي فورماسيون، ودايرينو مدرب تما كاين. شنو كان الطموح ديالك انت تكون بعد هاد السنوات كامله؟ الطموح ديالي انا كما قلت قديم، راه كيعرفوني الناس اللي صغار وقعت ليا، انا كنت الطموح ديالي باغي نوصل فريده الملاكمه، باغي نعطي فيها، علاش؟ حيت كنت شاهد فيها، فهمت؟ والمعاناه اللي دازت عليا انا راه معروف، محمد طالب المعاناه اللي دازت عليا راه صعيبه، ورغم ذلك يعني الظروف اللي دازت عليا اختي، انا دازت عليا واحد الظروف اللي هي صعيبه، اللي واحد اخر يقدر اش غادي نقول لك، اول حاجه كما قلت لك كيتوفاو لك والدين، ما عندك لا اب لا ام لا حنين لا رحيم، اول حاجه اش غادي دير؟ غادي تنحرف، ما خطا لك انت شويه كي وهذا، فهمتي؟ هذه الاولى. ثاني حاجه غادي تضيع، فهمتي كيفاش؟ ولكن انا رغم توفوا لي الوالدين ديالي وبقيت بوحدي، فهمتي؟ لا حنين لا رحيم، حتى شي واحد ما عقل عليا من العائله ديالي ولا، فهمتي؟ كما كنقول الناس راه عارفين هذا الشيء. تحديت هاد العقوبات كاملين، فهمت كيفاش؟ وشديت في راسي وقلت ماشي مشكل، غادي نوصل المسيره ديالي، ودير الله فوق مني، هو اللي عاوني، هو السند الوحيد، هو الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ اما بالنسبه المكتب المسير ديالي، فهمتي؟ اللي انا كما قلت لك يتيم وعطيت في رياضه الملاكمه. بغيت تقول لهم الرساله اللي غنقول لهم كما قلت في منابر اعلاميه قبل، وباقي ما داروا معايا والو، وكما قلت لك النداء ديالي دابا باش نوصلوا حتى للعميل، العميل راك شفت لي جوج طلبات وما دار معايا والو، يعني من حقه يستقبلني انا كملاكم وكيدري ايتيم من مدينه المحمديه، وباغي نعطي شي حاجه زوينه، يعني فين هما الجمعيات اللي كيقول لك كاينين جمعيات ديال المبادرات التنميه، يعني خاصهم يساعدوني، فهمتي؟ على الاقل نحل واحد لاصال ولا يدعموني بحال ما، يعني حيت انا ماشي شي واحد كنشر شي حاجه انا خايبه ولا شي حاجة.
ولا كنشر شي حاجه. انا كنشر باغي نفيد الشبان اللي هما دابا فهمتي في رياضه المكالمه، باغي نعطي فيها يعني، باغي كنحب رياضه المكالمه باغي نعطي فيها يعني، نفيد الدراري راه دراري دابا انا شي عارفوني غير اصدقاء ديالي، شي اي واحد فيسبوك يدخل عندي يقول لي حمودي يلاه بادي في الملاكمه كيصورني كنعاونو في سبيل الله فهمتك، يعني باغي نعطي فطريه الملاكمه. وهذا المكتب مسير كما قلت من قبل خاصهم يديروا اعاده النظر، خاص تكون شي لجنه دير اعاده النظر وتشوف الناس الدراري اللي استحقوا لهم ملاكمين وعندهم القاب هما اللي يكونوا مدربين ماشي وحدين اخرين. ماشي كنقول هذا الشيء زعما انا ضدهم، لا انا بالعكس انا حتى واحد ما عندي معاه مشكل من المدربين اللي كاين تما فهمتي، انا عندي مشكل مع المدرب ديالي راه عارف راسو، والمشكل مع الرئيس. بالنسبه كما قلت لك المدربين، هادوك المدربين عندهم خدامه ديالهم فهمتي كيفاش، اختي نقول لك عندهم خدامه ديالهم والاغلبيه ديالهم مرسمين فهمتي كيفاش، يعني خاصهم يشوفونا حنا اللي عطيت في الملاكمه انا اللي ضايع فهمتي، انا اولى ليا من هذوك الناس فهمتي كيفاش. عندهم خدمه اخرى اللي عازلين، عندهم خدمه اخرى مرسمين والله يسهل لهم، انا ما كنحسد حتى شي واحد، ويعني بامكانهم يخرجوا يحلوا واحد الجمعيه ويديروا فرع ديالهم فهمتي، يعني عندهم الماده. يعني انا ما عنديش اللي غادي، ما عنديش شي خدمه رسميه وما عنديش شي كما كنقولوا شي صالير باش غادي نمشي نحل الجمعيه، ولا يعني انا بامكاني نكون في هذاك لاصق.